طب ما تجيب الختمه يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت هنايه يا باشا؟ ما تقلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف تكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا روح امك. انت بتمد ايدك على روح امك. انا انت يا ربنا علمك الادب، خد الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعد افطر علينا كويس قوي، مش عارف هتروح من ربنا فين. خش يلا يلا خش يا جدعان. بطلع عليك يا روح امك يا جدعان. مش ايه يا عم بالراحه، انتوا مدخليني كوكو بارك يعني؟ بطل يا بابا يا روح امك وادخل. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا باخت مال من كتر اصحاب الشمال. هو الرئيس سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والرئيس سلمنا على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الرئيس ما بيسلمش اصحابه. الرئيس بعت النهارده ما تخشش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على المحاضر يا حوده. حاضر يا نحله اهو. المختار تبقى صوتي يا اخي تمنع.